السلام عليكم أخواتي إخواني متابعي قناة الصحة الغذائية. اليوم إن شاء الله سنتناول مشكل فطريات الفم والرائحة الكريهة للفم، وحتى نلم بالموضوع نحاول أن نجيب على التساؤل التالية: ماذا عن فطريات الفم؟ ما هي أسباب الإصابة بفطريات الفم؟ ما هي أعراض الإصابة بفطريات الفم؟ ما هو علاج فطريات الفم طبيعيا؟ بماذا ينصح لإزالة رائحة الفم الكريهة؟ ماذا عن فطريات الفم؟ كثيرا أخواتي إخواني ما يتعرض الفم للإصابة بكثير من الفطريات نتيجة عدم الاهتمام بنظافة الأسنان، أو نتيجة الإصابة بأمراض المعدية، أو الأطفال حديثي الولادة وفي فترة التسنين. تظهر أخواتي إخواني فطريات الفم على شكل نقاط بيضاء على اللسان، وتظهر هذه النقاط نتيجة لوجود اختلاف في التوازن بين الفطريات الموجودة داخل الفم وبين البكتيريا النافعة أو الصديقة، وتقوم هذه الفطريات بإضعاف البكتيريا النافعة. ما هي أسباب الإصابة بفطريات الفم؟ هناك أخواتي إخواني الإفراط في تناول المضادات الحيوية مثل الكورتيزون وضعف عمل جهاز مناعي في الجسم، وكذلك سوء النظام الغذائي والإصابة بأمراض السكر ووجود التهاب في المعدة والإصابة بالأنيميا أي فقر الدم والإصابة بأمراض السرطان، فإنه يؤدي إلى جفاف الفم والإفراط في التدخين وشرب الكحوليات وعدم ملائمة طقم الأسنان للشخص المستخدم له، والتعرض للمشكلات النفسية والتوتر العصبي والقلق والإفراط في تناول حبوب منع الحمل. الآن ما هي أعراض الإصابة بفطريات الفم؟ هناك أخواتي إخواني ظهور بعض البقع البيضاء اللون على أماكن مختلفة باللسان، والشعور الدائم بحرقة في الفم والحلق، وعدم القدرة على تذوق الطعام وفقدان حاسة التذوق. ما هو علاج فطريات الفم طبيعيا؟ يمكن أخواتي إخواني استخدام عسل النحل الطبيعي باتباع الخطوات التالية: وضع العسل على كافة مناطق الإصابة بالفطريات عدة مرات خلال اليوم الواحد، وينصح بالحفاظ على نظافة الأسنان والفم وغسل الأسنان بمعجون الأسنان والماء باستمرار، واستخدام السواك من أكثر العوامل التي تقي من فطريات الفم وعلاجها، واستخدام غسول الفم الذي يحتوي على مواد مطهرة قاتلة للبكتيريا الضارة والفطريات، واستخدام عصير الليمون أي الحمض، حيث يمكن خلط عصير الليمون والماء والملح والمضمضة به مرة واحدة يوميا، واستخدام الدقيق المخلوط بالسمسم أي الزنجلان، حيث تدهن مناطق الإصابة بهذا الخليط وتترك عليها لبضعة دقائق. ولا ننسى أخواتي إخواني استخدام ماء الأكسجين، حيث يعمل ماء الأكسجيني على قتل الفطريات والبكتيريا الضارة، وذلك عن طريق المضمضة به. ويجب أخواتي إخواني مراعاة أن تكون الكمية المستخدمة لا تزيد عن 20 غرام، وبعد الانتهاء من المضمضة يجب المضمضة بالماء العادي حتى تزول آثار ماء الأكسجين العالقة بالفم. ولا ننسى أخواتي إخواني استخدام القرنفل، حيث يمكن إضافة مسحوق القرنفل إلى الماء المغلي والمضمضة به، حيث يعرف القرنفل بفعاليته الكبيرة في القضاء على الفطريات والالتهابات والتقرحات الموجودة بالفم. ولا ننسى أخواتي إخواني عشبة المرمية أي السلمية، حيث تغلى عشبة السلمية مع كوب من الماء المغلي، حيث تساعد هذه العشبة في القضاء على الفطريات الموجودة بالفم والحلق. كذلك استخدام خليط الليمون أي الحمض مع الخل. ولا ننسى أخواتي إخواني استخدام منقوع البقدونس أي المدنوس، حيث تضاف حزمة بقدونس أي المدنوس إلى كوب من الماء المغلي ويتم المضمضة به مرة يوميا قبل النوم. واستخدام اللبن الرائب أي الريب، حيث يعمل الحليب الرائب على قتل البكتيريا والفطريات الضارة ويطهر الفم منها. بماذا ينصح لإزالة رائحة الفم الكريهة؟ إليكم أخواتي إخواني مجموعة من القواعد الأساسية لكي تساعدنا على إزالة رائحة الفم. علينا تنظيف أسناننا بالفرشاة مرتين في اليوم صباحا ودائما قبل النوم لمدة دقيقتين على الأقل، ولا ننسى أن نفرك لساننا، ولفرك اللسان يجب استخدام فرشاة يدوية أو كهربائية، وأن نستخدم الفرشاة أسنان جيدة، وأن نستخدم كذلك الخيط الطبي لإزالة طبقات البكتيريا وبقايا الطعام بين الأسنان. ولا ننسى أخواتي إخواني أن نستخدم معجون الأسنان الذي يحتوي على مركبات مضادة للبكتيريا الذي يساعد على منع رائحة الفم الكريهة، وأن نستخدم أخواتي إخواني محاليل غسول الفم مرتين في اليوم التي تقلل بشكل كبير من تكاثر البكتيريا، وأن نقوم بزيارة طبيب الأسنان بانتظام لإجراء الفحوص الدورية. لا ننسى أخواتي إخواني قبل المواعيد الهامة
أن نقلل من استهلاك الثوم والبصل والجبن الذي يذكرنا برائحة الماعز أو النقانق التي تبقى رائحتها لفترة طويلة في الفم. وهناك أخواتي إخواني حل آخر لإزالة الرائحة الكريهة، وهو مضغ أوراق البقدونس المدنوس أو أوراق النعناع، فهذه الأوراق تساعد في تنظيف الجهاز الهضمي وتسهم كثيرا في الحالات التي يكون فيها مصدر رائحة داخليا. وأن نمضغ العلكة الخالية من السكر. إذا لم تزل المشكلة بالوسائل التقليدية يمكنكم الانتقال إلى العلاج الجراحي بواسطة الليزر أو الجراحة. فالهدف من العلاج الجراحي هو الإصلاح الجراحي التجميلي لمناطق البلعوم واللوزتين التي تتراكم فيها بقايا الطعام وتسبب لتراكم البكتيريا. تلاوت لكم، أتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.